احنا طبعا في منتصف الطواف الفرنسي وجالسين نتعلم الكثير من الاشياء، لان هذه البطوله بطوله قويه جدا والبحاره على مستوى عالمي كبير. We've won 3 days out of 6 stadium race days. We're enjoying it, we're learning and things are moving forward. يعني في نص الطواف متحمسين ان نأدي هذه المرحله، وان شاء الله الفريق كامل مستعد للمراحل القادمه. يكون جدا سعيد وفرحان، اتمنى للفريق العماني يكون دائما في المنصه. طبعا انا اشعر بالفخر الكبير لان نحن في 4 قوارب عمانيه مشاركه في الطواف الفرنسي. We are fighting to win.